إلى ذلك دعا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفتح الإسلامي للحذر من الشائعات وعدم الاستهتار بصحة المجتمع، حثا إلى الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى زوال الوباء تأسيا بالسنة النبوية الشريفة. أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء والتضرع لله، وابذلوا الأسباب الشرعية والمادية لمواجهة ما حل بالأمة من بلاء ووباء، واحرصوا على تطبيق الإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، واحذروا التجمعات العائلية الكبيرة، والزموا البقاء في البيوت مع الأسر الصغيرة وعدم الخروج منها إلا للضرورة. ولا ينبغي رحمكم الله، لا ينبغي الاستهتار ولا مبالاة بهذه التعليمات، خصوصاً في مثل هذه الأعياد والمناسبات. بادروا حفظكم الله إلى أخذ التطعيمات واللقاحات حفظاً لأسركم وأبنائكم ووالديكم ومجتمعكم، وللحد من انتشار الوباء وكثرة الإصابات والوفيات، واحذروا الشائعات التي تخوف من أخذ اللقاح وتنكر فائدته. فلنكل الأمر إلى ولاة أمورنا والجهات المختصة في بلادنا، فقد أعلنوا وصرحوا مراراً بسلامة اللقاح ونسبة أمانه العالية، فلنكن على ثقة وطمأنينة لتثمر الجهود العظيمة وتنجح المساعي الكبيرة التي تبذلها المملكة وفقها الله. كما أثنى فضيلة الشيخ القطان خلال خطبتي وصلاة الجمعة على الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا متمثلة بالفريق الوطني الطبي، داعياً الجميع إلى تعزيز هذه الجهود والحفاظ على نجاحها. ولا يفوتنا أن نعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، ولفريق البحرين الوطني، وللقطاع الصحي، والكوادر الطبية والمسؤولين برئاسة سمو ولي العهد الأمين سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه على الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة من الدولة أيدها الله للمواطنين والمقيمين في ظل الظروف الراهنة في مواجهة هذا الوباء. وسوف يذهب كورونا بإذن الله تعالى كما ذهبت غيره من الأمراض والأوبئة، وسوف يرتفع الوباء والبلاء وتتوالى النعم وتتنزل الرحمات. فأبشروا، أبشروا وأملوا، وابذلوا من الأسباب ما استطعتم، وتوكلوا على الله عز وجل، وأحسنوا الظن به، وادعوه مخلصين.